اهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. ليله صافيه رائعه، جو كوره، جو كوره يا جماعه. لو كنت مكان اللاعبين ساسجل هاتريك في مباراه اليوم. كل شيء جاهز لمتابعه ممتعه. أوه. يا الهي على هذه الاجواء الجميله، منتظر كره قدم ممتعه، ننتظر اداء اللاعبين، اقدام اللاعبين، الاهداف، المتعه، المستوى العالي في مباراه اليوم. نتواجد اليوم في ملعب رائع كما تشاهدون الصور، كل شيء مثالي جدا في هذه المدرجات. بداية أحداث اللقاء. رودري يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. كرة إلى الأمام، كرة ممتازة، فرصة رحيم ستيرلينغ. هي فائدة التدريبات على دقة التسديد، عندما نكون لاعب يولد داخل منطقة الجزاء، هذا هو الهداف، وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. كرة في منتهى الروعة. أحرز الهدف الأول في توقيت مبكر. كرة طولية ممتازة نحو الهجوم، ينجح في تمريرها إلى محمود تريزيجيه. تمريرة جميلة. الله على التدخل في هذا الوقت الحاسم، في هذا الوقت المثالي. روبن دياز. الجماعة اللي فاتتهم بداية المباراة، فريق تمكن من إحراز هدف مبكر جدا هذا اليوم. هدف مقابل لا شيء الآن. يلعب رمية التماس. جابرييل جيسوس. كرة للجناح، مرت البينية بشكل جميل، وصلت إليه. وتعود الكرة إلى حارس المرمى. جون ستونز. دي بروين. كرة طويلة للأمام. رحيم ستيرلينغ. لمسة على اليسار. تسديدة من أول لمسة. أخطأ لكنها مرت بسلام. روبن دياز. دي بروين. جون ستونز. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. يسعى لعبها مباشرة إلى الأمام. يلعبها طويلة على الطرف.
يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. قد يلعب كرة عرضية الآن ويعود بالكرة إلى الوراء. كرة طولية إلى الأمام. رحيم ستيرلينج. كرة كانت في منتهى الخطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. دي بروين. الكرة ملعوبة من مسافة. جواو كانسيلو. خسر المواجهة أمام خصمه. غوندوغان. وصلت إليه رحيم ستيرلينج. بكل هدوء معها في الشباك بدون تردد. النتيجة صافرة. الحكم تنطلق وتعلن نهاية الشوط الأول. صراحة أداء كبير جدا في مباراة اليوم. الله على هذه الصورة الرائعة اللي يقدمونها اليوم. سيطرة وأداء كبير وتسجيل هدفين، وربما لو استمر الأمور على ما هي عليه سيتمكن الفريق من تسجيل مزيد من الأهداف. سنتابع معا أحداث الشوط الثاني. نفس الأسماء التي بدأت المباراة. جون ستونز. رودري. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يحصل عليها أنور الغازي. جون ستونز. يحاول تمريرها من بين المدافعين. جابرييل جيسوس. يا سلام، كرة جميلة جدا في المرمى. تمهل تعني في الكرة وبعد ذلك أجمل نهاية. تستمر المباراة والنتيجة أمامنا. 3 أهداف مقابل لا شيء. داني إينكس في موقع جيد لاستغلال المساحة، المسافة وأيضا مرتدة. تلعب الكرة إلى الأمام. يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. كايل ووكر يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. كرة ملعوبة إلى جابرييل جيسوس. كرة طولية إلى الأمام. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. دي بروين. بينية إلى داني إينكس. كرة خطيرة إلى الأمام. هل يمكن أن يستغل الفرصة أن يسجل؟
ينجح المدافع في تغيير اتجاه الكرة العرضية تتحول إلى ركنية بعد ذلك. دي بروين، توانزيبي يلعب كرة طولية، ويلعبها إلى داخل الثمنتاش. نجحوا في تخليص كل الكرات. داني إكس، إمكانية تسديد. والآن وقت إجراء تغيير مع توقف اللعب. يبعد الكرة بعيدا عن المرمى. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يونغ. يلعب كرة على اليسار. جدار دفاعي غير انتهت المباراة. فريق الخصم كان يعاني هذا اليوم، بدا لي أنهم واجهوا إعصار، لم يكونوا ثابتين متماسكين، انهاروا سريعا وبعد ذلك خسروا هذه المباراة. هذا ما يحب أن يشاهد الجمهور بالتأكيد، الرغبة الهائلة في تحقيق الفوز، الروح القتالية، الإصرار، المستوى العالي، الفرجة، المتعة، اللمسات، الكعوب، المهارات، الكورة، المتعة، الأداء الرائع. هذه الأشياء نحب مشاهدتها، هذه الكرة نحب أن نعلق عليها، هذه اللقاءات نريد حضورها ولا نريدها أن تنتهي. تشرفت بصحبتكم أحبائي المشاهدين، لتصحبكم السلامة، نتمنى لكم مزيد من المتعة في هذه المباريات وهذه اللعبة الجميلة.